في عالم مليء بالانشغالات اليومية ومع تسارع وتيرة أيامنا، تتجلى جودة الحياة كمفتاح سر لتحقيق توازننا الداخلي. فهناك علاقة وطيدة بين جودة الحياة والصحة النفسية، والتي سنتعرف عليها أكثر في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا، وللحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالأستاذة ثويبة علي الكندي، وهي كوتش السعادة وجودة الحياة ومدرب دولي معتمد في مهارات القائد المؤثر. أستاذة ثويبة أهلا وسهلا فيك. حياك الله. يا مرحبا بك. بداية حابين نتعرف على مفهوم جودة الحياة. مفهوم جودة الحياة هو مفهوم مختلف نسبيا على حسب التواجد. رضا الشخص الفردي يختلف من شخص لآخر، فرضاه عن حياته وتعرفه على مشاعره الإيجابية سواء كانت أو سلبية وتوجيهها في مكانها الصحيح، وأيضا تواجد مثل ما يسمى العوامل الشخصية والعوامل الموضوعية. العوامل الشخصية أنه راضي عن سماته الشخصية، راضي عن أفكاره، عن أهدافه، عن سماته، عن قيمه ومعتقداته، عن أيضا الأمور البسيطة اللي هي تشكل كنفسه كفرد. أيضا ممكن يكون العوامل الموضوعية اللي هي الخارجية قابلة للقياس، مثل العمل، علاقته مع الآخرين، العلاقات الاجتماعية، زواجه، وأيضا النشاطات والأحداث اللي تصير معاه في الحياة. فلما تكون هذه كلها متكاملة بشكل ما، فيها رضا وقناعة، فيها سعادة، هذا هو تفسير جودة الحياة. طيب ما هي العلاقة أستاذة ثويبة بين جودة الحياة والصحة النفسية للشخص أو للفرد؟ الصحة النفسية تعريفها مبدئيا هي خلو الشخص من الأعراض العقلية والنفسية. وسابقا كان الباحثين والمتخصصين يركزون على الصحة النفسية باتجاه الانفعالات السلبية فقط، هو كمرض يدورون على علاجه. ولكن مع تقدم والتطور وفي علم النفس ظهرت طفرة علم النفس الإيجابي اللي هو ركز على الصحة النفسية، بمعنى قدرة الشخص على أنه يتفاعل مع اللي حوله ويتفاعل مع مشاعره ويوجهها باتجاهها الصحيح، وأيضا يقدر أنه يدرك ماهية الموقف اللي هو فيه. فبالتالي الصحة النفسية لما تكون في مستوى متزن يعطيك جودة حياة مرتفعة. طيب أستاذة ثويبة، يعني ما هي العوامل أيضا التي تسهم في تحقيق جودة الحياة إلى الوصول إلى السلام الداخلي النفسي؟ فعليا من ما يبى يوصل للسلام الداخلي؟ أكيد. الكل يسعى أنه يوصل للسلام الداخلي. لما توصل للسلام الداخلي تقريبا هو مفتاح للرضا والقناعة والسعادة. فجميعنا نواجه صعوبات في حياتنا، جميعنا نواجه مشاكل وعرقلات وعقبات. هذه الأشياء تأثر فينا تأثير سلبي، تأثر فينا عدم استمرارنا لإنجاز مهاماتنا اليومية، استمرارنا لتحقيق أهدافنا. ممكن نقول استسلام أيضا يأثر عليك لدرجة أنك ممكن تستسلم وأنك ما تحقق مبتغاك. فالعوامل اللي ممكن تأثر أنك أنت توصل للسلام الداخلي، في أشياء كثيرة ممكن واحد يمارسها في حياته بحيث أنه يوصل لهذا السلام الداخلي اللي هو الرضا. أول شيء مبدئياً واحد يكون راضي عن ماضيه، راضي عن الأشياء اللي استوت له سابقاً، يكون في بينه وبين نفسه تصالح مع الذات إحنا نسميه. أيضا ممكن يباشر في ممارسة بعض التقنيات اللي هي ممكن توصله للسلام الداخلي، بما فيها مثلا جلسات اليوغا، بعض تأملات في الطبيعة، الجلسات مع الطبيعة، اختلاءك في أيضا حتى ممارسة العبادات، أيضا تقدر أنك توصلك لدرجة للسلام الداخلي اللي هو راح يخلصك من إحساس بالضغوطات والتوتر اللي يصاحبه المشاكل هذه اللي تصيرنا في أيام حياتنا بشكل يومي.
انت مجرد انك تطلع في الدرب رايح لعملك تصادفك مثلا زحمة، فتكون مستاء ومعصب متأخر، فتيك شحنات سلبية، تيك نوع من القلق، أنا بتأخر على مقابلة معينة أو راح يتكنسل موعدي وشو ما كانت، وقيس بذلك أمور كثيرة. فهذه الشحنات السلبية إذا أنت ما عرفت أنك كيف تتعامل معها وكيف أنك توجهها باتجاه الصحيح وتتخلص منها، ما راح يوصلك للسلام الداخلي، إحنا اللي ما يسمى السلام الداخلي. نعم. طيب أيضا السؤال اللي هو أثر العادات الصحية أستاذة ثويبة على تعزيز أيضا جودة الحياة والصحة النفسية، ما هي أثرها وكيف بيكون أثرها على الشخص نفسه؟ الممارسات الصحية أو نمط حياة صحية الكل يعني في كل المجتمعات يناشدون عليها، وما يتخصص لفئة معينة، لكل الفئات وكل الجنسيات وفي كل العالم. إذا أنت حافظت على صحتك بمعنى أنك تغذية سليمة بما فيها أنك تتغذى بالوجبات اللي تحتاجها جسدك، أنك تشرب كميات مناسبة من تمارس السوائل، الرياضة. تمارس الرياضة أيضا بشتى أنواعها، ما بنقول أنك تصير تروح الجيم مثلا أو النوادي الصحية. صح. في بعض الأشخاص يقول لك أنا ما عندي مثلا قابلية أني أدخل نوادي، أو أني ما عندي مادة مثلا عندهم السبب الرئيسي. ممكن أنك تمارس رياضات جدا بسيطة في حياتك، أنك تعزز هرمونات اللي تعطيك طاقة وصفاء الذهن، تعطيك أيضا قابلية في أنك تركز أكثر في أمور حياتك. ممارسات الصحية ممكن نقول عنها أيضا النوم المبكر، أو الحصول على قدر كافي من عدد ساعات النوم على حسب عمرك، يعني فئات الأطفال غير عن فئات الكبار، بس في النهاية كلها ينصب نفس المصب، فلها أثر جدا قوي في أنك أنت لما تحافظ على نمط حياة صحية جيدة بالتالي يعزز من جودة حياتك. نعم. طيب كيف يمكن للتوازن بين الحياة الشخصية والعملية أيضا أن يسهم في تعزيز الصحة النفسية وبالتالي تحقيق جودة الحياة؟ مع العلم احنا نعرف أن أكثر الناس ممكن أغلب، ما بقول أغلبهم، لكن في فئة منهم يتذمرون من الوظيفة، فهني كيف راح يوصلون لجودة الحياة وهم متذمرين من وظائفهم؟ للأسف هذه الشريحة من الناس يعني عندهم وسائل كثيرة يقدرون يعني يتوصلون لدرجة الراحة، راحة البال أو درجة الاتزان. اتزان بين الحياة الشخصية والحياة المهنية جدا ضروري في الوصول لجودة حياة يعني جيدة. أنك أنت في حياتك الشخصية أنك تمارس حياتك بشكل طبيعي، تقضي وقتك مع أهلك مع ربعك، تطلعوا تقضون وقت يعني مشاركات أنشطة، مثلا تروحون تلعبون لعبة معينة، تروحون ملاهي، تروحون سينما أو مطعم. هذه الأشياء تراها في ناس يعتبرونها أشياء عادية، بس هي فعليا تأثر في نفسية الشخص. وأيضا بالمقابل في الحياة المهنية أنك أنت تكون شخص تعرف وين أولوياتك، تعرف شو هي مهاماتك اليومية، فبالتالي أنك تنظم جدولك بناء على الأهم فالمهم، وبناء على الأشياء اللي لازم مثلا أنك تخلصها بسرعة. وإدارة الوقت جدا مهم في أنك أنت تقدر تخلص أمورك بدون ما تخلصها بشكل بدون ما يوترك. لما أنت ما ترتب أمورك، ما تعرف شو أولوياتك، ما تعرف شو أول لازم أخلص قبل شو، فتنتج بذلك ضغوطات نفسية، وهي مشاعر القلق والملامة والتوتر، وأنك أيضا ما تقضي وقتك تلوم نفسك، ما تقضي وقتك مع أهلك لأنك متأخر في الدوام. فهذا مع هذا هو مثل ما تقولك نسبة وتناسب، أنك لازم توازن هني ولازم توازن هني. صحيح. فكل ما ضبط الميزان كل ما أنت مشيت بالطريق السليم. صحيح. طيب سؤال وايد مهم أستاذة ثويبة، هل ترتبط جودة الحياة للأفراد بالمستوى المادي لهم أم لا؟
في بعض الإجابات حقيقة كانت يعني مغطاية بالمثالية بالزيادة، يعني خلينا نقول يقول لك لا أبدا جودة الحياة لا ترتبط بمال، ومش مهم الفلوس في الحياة في حياة الفرد، وبإمكانه بأنه يكون سعيد وبأنه يملك جودة حياة كبيرة عالية بدون ما يملك المال، وهذا شيء لحد ما يعني مشكوك في أمره. أنا ما أدري، ما بقول لك بخالفك جزء من الموضوع، لكن هو فعليا المال مهم، من ما يقول المال، إحنا يعني بدونه في أشياء كثيرة ما نقدر يعني نلبي احتياجاتنا. بالضبط. والاتزان يعني في استثمار المالي عندك، يعني شو ما كانت القضية، مش قضية إن راتبي عالي ولا راتبي منخفض، أنا وايد عندي أمثلة في الحياة يعني رواتبهم جدا ضئيلة ولكن قادرين إنهم هم يمشون أمور حياتهم وعايشين حياة رغيدة وسعيدة أسعد من حياتنا إحنا اللي إحنا رواتبنا مرتفعة. بنقول إنه يأثر الجانب المادي على جودة الحياة هي أيضا موضوع نسبي، يعني يختلف. فإذا أنت شخص قادر على أنك تلبي احتياجاتك الأساسية وشو ما كانت، وطبعا احتياجاتك تختلف عن احتياجاتي أنا، واحتياجاتي أنا تختلف عن احتياجات غيري، فإذا أنت قدرت تلبي احتياجاتك الأساسية بهذا المتوفر عندك شو ما كان، فأنت أيضا تعيش جودة حياة. ما نقدر نقول أن هذا الشخص بيته يعني بسيط ما قاعد سعيد في حياته، هذا مش ضروري أبدا. مثل ما قلت لك بداية، تفسير مفهوم جودة الحياة هي متعلقة على مدى رضاك وقناعتك وسعادتك بما أنت يعني يمثلك كشخص كذاتك، اللي هي قلنا أشياء الموضوعية الشخصية والأشياء الخارجية. نعم. طيب أستاذة ثويبة، ما هي العادات أيضا يعني اليومية الخاطئة والتي قد تؤثر حقيقة بالسلب على جودة الحياة؟ هو تقريبا ممكن نقول هي متعلقة أكثر على أسلوب ونمط حياتك. يأسفنا أن إحنا كثير نشوف ممكن بحكم الحياة وتسارع الحياة أن في أشياء تلهينا أو تأخذنا من أشياء ممكن تكون مهمة أو ممكن راح تكون مسبب أو باب لوصولك لجودة حياة مرتفعة. العادات السلبية كثيرة، ممكن نحصرها كذا نقطة. ممكن تكون سوشيال ميديا. السوشيال ميديا ممكن يكون شيء طيب، يعني مثلا تتابع مواضيع مهمة تطورك، تدخل في دورات، تستمع لأخبار، تستمع لبرنامج مثل برنامجكم هذا، في 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 له فائدة. بس يأسفني ان احيانا ياخذ اتجاه مختلف، اتجاه سلبي، تكون كعادة سيئة، ان التكرار مثلا بالساعات الكثيرة اشوف مسلسلات، ممكن في هذاك الوقت الست ساعات ولا العشر ساعات تسوي فيها أشياء وايد، تطور فيها نفسك، تستخدم السوشيال ميديا هذا نفسه بس باتجاه إيجابي، تطور نفسك، تتعلم شيء جديد، تعلم إذا عندك عيال تعلمهم شيء جديد، تقضي وقت معاهم في السوشيال ميديا نفسه اللي هو استخدام الآيباد وهذه الأمور. العادات الثانية اللي ممكن أنا أقولها عدم ممارسة الرياضة، اللي هو أني أنا مو بقادر، أنا ما عندي، يعني المبررات لهذه العذار اللي الناس يأخذونها وتكون على الغنفة وبالساعات بس يأكلون ويشربون. مع العلم أنه أغلب الناس المختصين قالوا أن ممارسة الرياضة أستاذة ثويبة تفرز هرمون السعادة. صحيح. ومن شأن هذا الهرمون صحيح. بأنك أنت تحظى على فرصة أن يكون عندك جودة حياة. والرياضة مثل ما ذكرت سابقا من شوي أنه يعطيك صفاء ذهن. أنت ما أدري أكيد يعني تمارس رياضة، شو تحس الإحساس عقب الرياضة غير الجهد؟ تحس أن عندك طاقة، عندك باور، بالرغم أنك أنت جاي من دوام طويل. صحيح. وتروح تمارس هذا الرياضة مال أبو ساعتين في نهاية يومك، لكن بعدك عندك طاقة هائلة في أنك تعطي أكثر، أنك تقضي وقت ببشاشة وبطولة بال وبسعادة مع الناس اللي يعزون عليك. فما أدري إذا في نقاط ثانية تبغاني أذكرها في القائمة تطول. نعم،
يعطيك العافية. ولكن نصيحة أخيرة أستاذة ثويبة لمن يرغب حقيقة في تحسين جودة حياته. هي مش نصيحة ممكن أقولها، هي ممكن أبى أقول لكل شخص قاعد يسمعنا ويطالعنا ويتابعنا أن جودة حياتك هي تحت أمرتك وتحت إيدك وفي قرار إيدك. أنت تقدر تحسن جودة حياتك وتوصل بالمستوى العالي أكثر من غيرك بإيدك أنت. الممارسات اللي تكلمنا عنها، النوم كفاية، رضاك عن نفسك، وعشان أيضا ترضى عن نفسك طورها، غذيها بالأشياء المفيدة الصحية، عطها كل ما عطيتها مثل الشيارة، كل ما سقيتها، كل ما عطيتها سماد، كل ما اعتنيت فيها كل ما أثمرت. فبالتالي أنت كبديت من نفسك وقدرت تعتني على نفسك وشفت ذاتك ونميتها وطورتها، أنت بالتالي راح تقدر تلهم الآخرين أو تعطي للآخرين الثمرة. نعم، يعطيك العافية، أنت أعطيتنا كثير حقيقة في هذه الفقرة المميزة بتواجد أكيد الأستاذة ثويبة علي الكندي، كوتش السعادة وجودة الحياة ومدرب دولي معتمد في مهارات القائد المؤثر. وجودك أثر حقيقة في هذه الفقرة، أثريت الحلقة. شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة على تواجدك معي اليوم في برنامج الفجيرة تجمع. شكرا لكم، الشكر موصول لتلفزيون الفجيرة. الله يسلمك. وكل القائمين على هذا البرنامج الجميل، وأنا جدا ممتنة في وجودي في لقاء اليوم. شكرا لكم. الله يسلمك. الله يسلمك يا أخي.